نحاول عشان ما حد يعتب علينا ويزعل علينا نقرا شو أكثر تعليقات ممكن هيك وصلتنا على مش تعليقات سلامات هي الصراحة وإطراءات وصلت على صفحة ديما على الفيس على ديما. صفحة رؤية سوري دنيا دنيا في معنا نورهان غرايبة نورهان مصبع عليك وبتسلم عليك وبتقول تسلم إيديكي سمر حرز الله كمان وثريا الشربيني شادو أبو شقرة من الدمام بتقول ولا مرة بتقروا تعليقي هينا قرينا تعليقك يا شادو إن شاء الله تكوني عم تسمعينا وأروى عم بتشوفنا عم بتشوفنا وأروى خليفات السعودية كمان عم تحضرنا كريستي ضبيط بسلم عليك ونداء المولة كلهم بقولوا يسلموا إيديكي وإيديكم وعينيكم يا أم إيهاب أسعد من تبوك بالسعودية عم تحضرنا وبتسلم عليك وبتقول أحلى قناة هي قناة رؤيا أم أيمن كارازون إيه؟ أحلى سلام لإلك وأحلى بوسة كمان الله يسعدك يا أم أيمن يلا شو بدنا نعمل هلأ وصفة الكبكيك اللي عنا هاي هي وصفة فانيلا كبكيك أساسية لأي مناسبة بدك إياها يعني تقدر تعمليها فالنتاين إيستر عادية بدون كريمة هي وصفة أساسية لأي كبكيك فانيلا فاليوم رح نعطيها إذا بدك تعطي المقادير نعطي المقادير كبكيك الفانيلا للمناسبات السعيدة بلزمنا أصبعين زبدة كل واحد أبو 100 جرام أيوة صار عندنا خبرة والله خبرة كوب سكر أربع بيض معلقة كبيرة فانيلا واحد كوب حليب اثنين كوب ونص طحين هاي للكيكة نفسها هلأ بلزمنا لكريمة الزبدة اثنين أصبع زبدة وأربعة كوب سكر ناعم ربع كوب حليب معلقة صغيرة فانيلا وزينة كيك حسب الرغبة بالزبط. هلا ولا شيء دائما نبدا نخفق الزبده بحراره الغرفه تكون طبعا حتى تعطينا نتيجه افضل بعدين بنضيف لها كوب السكر بعدين في عنا أربع بيضات حط عليهم الفانيلا هاي البني فانيلا أوكي باودر رشة ملح دائما بالخبز بحط رشة ملح في عنا كوب حليب احط كوب الحليب خفف شوي درجة الخفق وهلا رح ابدا انزل الطحين بالتدريج طبعا طولوا بالخفق اكثر يعني مثلا بين خطوه البيض والحليب طولوا اكثر يعني اخفقوا الزبده منيح مع السكر نزلوا البيض شوي شوي وحده وحده احنا دائما بنكون مستعجلين لانه على الهواء وعندنا وقت نخلص فيه في عم بيسالوا من وين بقدر يجيبوا البينات باتر اللي هي زبدة الكون السوداني موجودة في كل السوبر ماركت في كل الدكاكين كل السوبر ماركت موجودة اسمها زبدة الفول السوداني السوداني اوكي زين علي بتقول من زمان وانا بطلب هاي الكعكه بدها هاي الخلطه هي خلطه الكيك أوكي. المقادير هاي خلطه اي كيك اساسيه واذا بكم تحولوها شوكولاته
حطي عليها كاكاو؟ رح اعمل شيء يوم الاربعاء ان شاء الله بالشوكولاته، بس بتقيموا شوي من مثلا خلينا نقول ربع كوب من كميه الطحين بتحطوا بداله كاكاو. حلو. في طبعا كب كيكس مع شوكولاته مدوبه، بس هاي الاساسيه احنا بنحكي كاساس يعني. بقدر احكي شويه تقدري ونص اللي بسلموا عليكي؟ طبعا اذا بسلموا علي اذا بسلموا عليكي لا. طيب بمزح. رزان غرايبه وفداء المغربي ونريمان ابو سمره ومايا يزيد وام رعد كلهم سلموا عليكي. اشراق من دبي بتقول جربت كوكيز الليمون اللي عملتيه وكثير طلع زاكي. امبارح كمان في صحباتي نزلوا شهيناز ونزلتها على الصفحه، يعني في كثير ناس عم يجربوها الحمد لله، مبسوطه كثير انهم عم يجربوها. في ام محمود بالطالب كمان بفقره تفسير الاحلام، ملاك العبادي عم تحضرنا وبتسلم عليكي، وسماح الشقيري كمان. سعد صباحكم جميعا. شوب ولا انا شوبان؟ لا شوب. هو شوب اليوم هلا بس دقيقه. سوفي يلا. اوكي ياستنا العزيزه هلا شو بدنا نعمل؟ هلا كريمه الزبده عملناها كثير على البرنامج، هي عباره عن اصبعين زبده، أربعة كوب سكر ناعم، معلقه فانيلا، وانا بحط حليب او كريمه سائله. هاي هي معلقتين بس حليب او كريمه سائله حتى تصير بدرجه انه تقدري تخفقيها او تدهنيها. هلا دائما اهم شيء، طبعا اهم شيء لما بدك تعملي كريمه الزبده انه يكون درجة حرارة الزبدة بحرارة الغرفة، هذا أهم شيء. يعني كيف اليوم بس بلشنا الكيك كانت طرية، لأنه إذا كانت قاسية ما حتنخلط معك ورح تطلع كلها مبرغلة، فلازم تكون الزبدة بحرارة الغرفة، بتبلشي تخفقي فيها وتنزلي السكر ناعم تدريجيا، بعدين الفانيلا، وبعدين السائل سواء كان حليب كريمة أو في ناس بحطوا مي بيصير كمان، أنا بحط حليب أو كريمة. أوكي. اليوم حط حليب. فهلا ولا شيء بدنا نجيب، بما إنه الدنيا حب فحطينا هدول ورق أحمر بأي قالب. هلا هذا سيليكون مش موجود عادي بالعاديين، بأي شيء بدكم اياه، وبدكم تحاولوا انها تكون توزيعه الكب كيك متساويه، فيا بتستعملوا تبعت الايس كريم حتى تكون متساويه، بس انا بلاقي انه لو بتستعملي معلقه كبيره لانه انا بحب اعبيها بس ثلاث ارباع حتى تطلع للحفه. رح افرجيكم اللي مجهزتهم بدون تزيين. طيب اول شيء ريهام ابو غوش تسلم عليكي، وخلود رزق كمان الله يسعدهم، وثريا الشربيني بتقول لك والله ولا بعدك يا ديما ولا قبلك، الله يسعدك ويرضى عليكي. وملاك سمور صباح الياسمين وما شاء الله عليكم وعلى الاكلات الزاكيه، يسلموا. مرام حرباوي كمان تسلم عليكي. هلا شايفه ديالا هي الكب كيك، طبعا اذا كانت هيك تقريبا مستوي سطحها ممكن انه ما نقيم منها، بس انا لما بدي ازين بكريمه الزبده بحب بس اشيل منها هيك شيء بسيط حتى تكون مستويه، يعني سطحها يكون مستوي. اوكي بس هي يعني لو ما شلتيها ما في مشكلة، طبعا لما أكون عملتهم للبيت ما بشيل، يعني بيأكلوهم بأي شكل عادي ما عندنا مشكلة. أوكي. هلأ هون عندي كريمة الزبدة، بس كان في مشكلة أني كنت حطتها بالثلاجة خفت ما تكون، لا هي ماشي الحال، بس بدنا ووب شفتي كنت عارف أنه رح يصير، حاسة أنه بده يصير فيلم. أنا اليوم قلتلك ولا قلتيلي ولا إشي، خلص معلقة ومنوزعها ما في مشكلة، لانه كانت سخنه وحطيتها بالثلاجه فجاتي اجرب. لا لا ليه لا تجربي، حطي لي اياها هون، حطي لي اياها هون. هلا بس عادي رح اوزعها بالمعلقه عادي. طيب المهم انه الفكره خلص نحط كريم الزبده، طبعا بالكيس تطلع ارتب بس رح نمشي حالنا. ما بتصدقوا على الشماتة انتوا هون، هذه لعبة ما بيصدقوا يشمتوا. هذه لعبة دات بتقول لك يسلموا يدي مع الايدين الزاكية، انت دائما متألقة الله يسعدك. كل كيس هذا حسسته بده يفلم من الصباح. طيب هلا المهم ريتا نصار بتقول لك فيري نايس، لانه لازم نقولهم شو صار بالكب كيكس قبل كمان. لا مش ضروري مش ضروري. طيب هلا انا في عندي هون طبعا اشياء تزيين الكيك، اللي هو في عندنا كثير اشكال ممكن تنفع للفالنتاين، في كمان هدول بس هدول حسيتهم رح يطلعوا كبار على حجم الكب كيك اللي عندنا. دينا مبيضين بتقلك يسلموا ايديكي وايديكي وعينيك يا ربي، فطبعا هلا الشكل مش رح يطلع حلو بس مبدئيا لا ما لا بنفرجيهم اللي مبدئيا يعني شو منه. نشكر متابعتكم لنا، نتواصل معكم بكره، مواقع التواصل الإلكتروني عم بتشوفوها قدامكم على الشاشة، بتمنى لكم بقية نهار سعيد مني ومن ديما. أكيد ديما حجاوي المبدعة المتألقة. شكرا لكم، باي باي باي.